إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يحرم هذه الجباه الراكعة الساجدة عن النار، وأن يشرح صدوركم، وأن يغفر ذنوبكم، وأن يختم بالسعادة آجالكم، وأن يجعل آخر الكلام لنا ولكم لا إله إلا الله. أيها الأحبة، في دقائق معدودة أتحدث عن النار، وليست النار جهنم، إنما النار التي يوقدها الشيطان في صدر أحدنا، هذه النار التي تأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب، أو كما تأكل النار العشب. هذه جهنم التي تتواقد في قلب البعض نيرانها، ألا وهو الحسد، يوم أن يكره المسلم نعم الله على أخ من إخوانه، يوم أن يبغض نزول النعم على مسلم من المسلمين، فيعترض على رب العالمين وهو الرب سبحانه المنعم. إن بعضنا معاشر الأحباب يعيش في عناء وفي عذاب وفي نار وفي هم وفي غم، لا يكفر هذا الهم ذنوبه، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، عينه في أرزاق الناس وفيما أعطى الله وفتح على الناس، ولذلك لا تسكن نفسه، هو في عذاب دائم. إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لا تحاسدوا، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وحتى لا يرفع أحدنا رأسه ويقول ما مر الحسد بي يوما، نقول كما قال الحسن بن البصري رحمه الله: ما خلا جسد من حسد، غير أن التقي يخفيه، يعالجه، يدعو، يسأل الله العافية منه حتى يبرأ. أما الشقي فانظر إلى آثار الحسد في حياته: قطيعة، نميمة، بغض، كذب، إذ أن الحسد بوابة للكبائر كلها. ولذلك الحسود لا يسود، يقوله العوام وهو صحيح، لا يحبه الناس، تجد في وجهه بغض وفي حياته انقطاع وعدم، وهو لا ينظر لنعم الله عليه، عيونه دائما في أرزاق الناس وفي حياة الناس، يراقب الناس فما تهمن. هذا المسكين لربما يكون قد حسد من حسد قرين الله، رحم الله، جار الله، تسبب القطيعة، تسبب البغضاء. ولذلك أيها الأحباب، البعض منا معاشر الأحباب ليس له من رصيد حسناته حسنة، لأن الحسنات دخلت في تنور الحسد، والحسد نار، فما دخله من عمل بات رماداً. أي والله، مسكين ذاك رماد، لربما أعوام طوال من الصالحات، ولربما ينسب إلى الخير، ولربما يبكر إلى الخيرات، غير أن هذه الجمرة الخبيثة، وهذا الورم الخبيث، وهذا السرطان الخبيث يأكل حسناته من حيث لا يعلم. ولذلك الحبيب عندما ذكر لنا الأخوة بين المسلمين قال: المسلم أخو المسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل والله إن البعض إذا ذكر له أن نعمة عند مسلم يحسده، نعمة زالت، فرح: سيارة فلان احترقت، بيته احترق، رسب في الاختبار، طلق امرته، مات ولده، فشل ابنه، دشر الابن وكان صالحا، ينثلج صدره عياذا بالله، وينشرح بحلول النقم على إخوانه. أي أخوة هذه، وأي إيمان هذا؟ ولذلك لا بد للمسلم أحبابي أن يتلمس هذا القلب، فينزع منه فتيل الشيطان وبذرة الشيطان وخميرة الشيطان. إذ أن الحسد يبدأ بماذا؟ يبدأ بعدم الفرح بنعمة حلت بمسلم من المسلمين، عدم الفرح حتى لو لم تتمنى زوالها. البعض في بدايته، البداية أنه قيل له إن فلانا أخذ الدكتوراه، فلان بنى بيت، فلان تزوج،
فلان ابنه حفظ القرآن، انقبض قلبه. انقباض القلب عندما تسمع حلول نعم الله على المؤمنين هذا بداية مرض سرطاني إذا لم تتعاهد. كيف أتعاهده؟ فوراً أدعو لأخيك، اللهم بارك له، اللهم زده ووفقه، اللهم أعطه من النعيم، اللهم أدعو حتى ترى أن هذه الجمرة قد خمدت. وإلا إذا استرسلت مع هذا، إذا استرسلت مع هذا فستصل يوماً من الأيام إلى هذه الكبيرة من كبائر الذنوب التي تقود الكبائر كلها. الحسود كذاب دائماً، الحسود نمام، الحسود قاطع، هاجر، متكبر، معرض عن الحق. الحسود لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وأحياناً يكون الحسد بذرة في النفس من الصغر، ولذلك تجد أن الأطفال في صغرهم يكون بينهم غيرة، ويكون دائماً غيرة حتى بين الإخوان. ماذا صنع الحسد بقابيل؟ ألم يحسد أخاه هابيل لأقتلنك؟ مع أن هابيل ماذا؟ تقرب بقربان، تقرب بقربان فتقبل الله منه، وذاك تقرب بقربان فلم يتقبل منه، قال لأقتلنك. الشيطان أوقد النار، ويقود الحسد الشيطان. فالشيطان عندما تكبر أن يسجد لأبينا آدم بأمر الله كان أيضا ما كان سببه الحسد. ولذلك يشابه الحاسد الشيطان، بل ويشابه اليهود والنصارى. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. والحبيب يقول دب فيكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. لذلك يكون أحيانا الجمرة موجودة في بعض النفوس، تلقى بعض النفوس والله إن بعضهم لا ينام، لو جاه اتصال أن فلان حلت به نعمة، رزقه الله الولد، أعطاه الله من الدنيا، باع واشترى وكسب، وهذا باع واشترى وخسر، هذا دخل الأسهم وتجر، وهذا افتقر، تجد أنه لا ينام. الشيطان يقلب الجمر عليه، وترى لا يقول واحد أنا مستحيل يأتيني هذا الداء، هذا الداء معرض له كل أحد، بل إن الأقران معلمين، مدرسين، مشرفين، أئمة، مؤذنين، وعاظ، كل هؤلاء لربما دب فيهم الحسد. فإذا دب الحسد ابتدأ ذاك الحاسد يريد أن يحرق صاحبه. أول ما يتكلم يتكلم على النية، فلان بنى مسجد قال الكلام على النية، وأنت يا أخي جهاز أشعة تكشف على قلوب الناس، ادعو له بالبركة وأن الله جل وعلا يقبل منه، ما يستطيع. حتى أنك لو تقول للحاسد ادع للمحسود فإن الله جل وعلا لربما أجاب دعوتك بتأمين الملك لك ولك بمثل، ما يستطيع، جمرة ما يستطيع. ولذلك أعود فأقول هذا الداء ينبغي أن تطفئه من بدايته، فإذا استرسلت معه أحسن الله عزاءك في الراحة. ولذلك الحاسد قدميه في الجنة وقلبه في النار، هو في نعم لكنه لا يراها، عيونه في نعم الناس ويحترق، وسيطول ألمه وعذابه، لأن الله هو رب العالمين والخلق عياله وهو الذي ينعم عليهم. فستزيد نعم الله على المؤمنين، ويبقى هالمسكين مسربل في حسده عياذا بالله. أيها الأحباب، أقول إن من كان عنده خاصة أبناء العلات الذي تزوج أكثر من امرأة، قد يكون بين أبنائهم بينهم بعض الحسد، لأن البعض يعتقد أن أباه يحب تلك عن أمه، ثم يبدأ بعض الأمهات توقد نار العداوة بين الأبناء، ثم بعد ذلك يكون بينهم ما يكون. ومن أخطر ما يكون ما قاله إخوة يوسف، اقتلوا يوسف إنه حسد، مع أن يعقوب نبي عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم، ومع ذلك حرك الشيطان في قلوب الأبناء. بل تكون أحياناً بين أبناء الأشقاء يكون الحسد بدعوى أن أبي يحب أخي أكثر مني، اشترى له سيارة وما اشترى لي، أزوجه وما زوجني، مع أهمية العدل، إلا أنه يكون أحياناً هناك نار توقد في صدور بعض الناس. أحبتي، من علاجات الحسد حتى لا أطيل، وكل واحد منا معرض لهذا الداء، أعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد، أقول أولاً عليك بأن تعلم أن الحسد له أخطار، خطر على الدين،
إذ لربما حلق الحسنات وأحرقها. الثاني أن تعلم أنه اعتراض على الله، فالله هو الرب وهو المنعم سبحانه، فإن الحاسد يقول يا ربي لسان حاله ما عدلت في القسمة بين عبادك، نسأل الله السلامة والعافية. الثالث أن الحاسد يشابه الشيطان، الشيطان الذي حسد، بل هو يحسدنا جميعا، يريدنا أن ندخل النار معه، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الله يجعلنا وإياكم من المخلصين والمخلصين. الرابع أنه لربما أصاب الحاسد بعينه، أصاب بعينه ثم حسد مسلم وذهبت زهرة حياته أو شبابه، أو كره ما كان يحب، أو تفرقت امرأة عن زوجها، أو استودع العين بدل فخارت قواه، ولربما أهلكته، ولربما أدخلته القبر كما قلنا في الدرس الماضي. أيضاً أن تعلم أن العلاج ميسور إذا استعنت بالله جل وعلا، استعن بالله على هذا القلب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، وتدعو لإخوانك ألا يجعل الله في قلبك غل للذين آمنوا، ثم أن تدعو لهم، ما أجمل أن تحرك الدعاء لهم. والله أحبابي علاج مجرب، أكثر من الدعاء للمحسود حتى تنطفئ الجمرة، في النهاية سينقلب البغض حباً. ثم أن الله يشرح صدرك للحق فتحبه، ومن حبك لإخوانك أنك تحب نعم الله أن تحل بهم. الرابع أو الثاني من العلاجات أن تحسد الحسد الشرعي، والحسد الشرعي هو الغبطة، لا حسد إلا في اثنتين، صاحب القرآن وصاحب المال. صاحب القرآن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، وصاحب المال ينفقه، وما أجمل أن نغبطهم، أي أن نتمنى مثل نعم الله التي حلت بهم. ماذا نستفيد لو نزع الله تجارة تاجر من تجار المسلمين؟ ولن تستفيد شيء. لو مات ابنه، لو احترق زرعه، لو سقطت عمارته، لو مات ولده، ما نستفيد شيء. لكن كما أنك تحب، كما أنك تتمنى مثل ما وهبه، يا وهاب يا رزاق يا حي يا قيوم يا كريم ارزقني كما رزقت عبادك المؤمنين، فيأتيك الرزق. واعلم أيضا من العلاجات أن تعلم أن كل واحد منا لديه من النعم ما ليست عند المحسود. لربما المحسود عنده المال لكن ما عنده الصحة، لربما عنده المال بس ليس عنده الولد، أنت عندك الصحة والولد، لربما يكون لديه كبائر وأنت يمكن عافاك الله منها، فأنت لديك نعم، فانظر في نعم الله التي عندك حتى لا تزدري نعم الله عليك. من العلاجات أن تقنع، وأن تعلم أن الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب. وإذا كنت غابط أحدهم يقول له ابنه أبوي شف جيراننا شروا جيب، وشرى لولده الثاني سيارة ورمموا البيت، قال لولده بس الله يصلحهم ونبوك إن أغنى منهم نصلي الفجر جماعة وهم ما صلوا، وصايمين اليوم والاثنين وهم ما صاموا، وانت يا ولدي حافظ للقرآن وهم ما حفظوا، إن التجار ونبوك مهبهم، لكن الله يصلحهم. ثم دعا لهم حتى لا يبدأ يفتخر عليهم، الله يهديهم ويعطيهم ويرزقهم ويصلحهم ويهديهم. ما أجمل أن نربي أبناءنا على ذلك. إن أبناءنا البعض منهم عينه في المقارنات، يقارن الناس في مأكولهم ومشروبهم ومركوبهم وملبوسهم، ذولك أحسن منا. ما أجمل أن تهدئ وتسكن نفس الإبن حتى يطمئن أن عنده من النعم ما ليست عند غيره. أحدهم دخل مستشفى التخصصي لزيارة مريض فرأى رجلا ينزل من سيارته والسيارة فارهة، فقال لسائقه ما شاء الله السيارة هذه بكم؟ قال سيارة تتجاوز المليون. فقال لصاحبه هذا الحظ مو بحظي وحظك. فقال السائق الذي كان يحمل هذا، قالوا لكن هذا صاحب السيارة فيه سرطان في المخيخ، ورم 7 سنتي، يأخذ الآن علاج إشعاعي ونووي، وش رايك تأخذ سيارته وتعطيك العافية؟ قال لا لا لا، هاي الكسي اللي عندي فيها بركة. نعم الخير النعمة اللي تحت يدك والله إنك لن تستطيع أن تشكر الله عليها. انتهى الوقت، أسأل الله أن يحرمكم عن النار، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم طهر قلوبنا من الحسد يا رب العالمين،
اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.